سمعت عن إغلاق معتقل غوانتانامو حقيقة منذ أن دخلت غوانتانامو. سجنت هنا سنة 2003 ومنذ ذلك الحين وأنا أسمع أنهم سيغلقون غوانتانامو. السبب سري للغاية، يتهم أحدهم بشيء ولا يعرف لماذا اعتقل. كان من المفترض أن يغلق معتقل غوانتانامو قبل شهرين من الآن كما وعد بذلك الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لكن السجن المثير للجدل عالمياً ما زال قائماً في هذا الموقع الاستوائي الخلاب. قرابة 200 سجين هم هنا ولا أحد يعلم ما سيؤولون إليه. فتح معتقل غوانتانامو 4 أشهر بعد أحداث 11 من سبتمبر. فتح أبوابه في 11 من يناير كانون الثاني العام 2002، وبما أن التاريخ قريب من ذلك الحدث المروع، فإن الأمريكيين داخل البيت الأبيض، داخل الإدارة الأمريكية وخارجها، كانوا يعيشون تحت الصدمة. نتيجة لذلك، عندما قيل لهم إن أسوأ المجرمين سيسجنون في غوانتانامو، هذا ما صدقناه، وهكذا فتح المعتقل. عندما قال لنا القادة العسكريون في أفغانستان نحن نعتقل أناسا لا يمكننا أن نحافظ على أمنهم هنا في أفغانستان لأنهم قد يقتلون تحت نيران صواريخ العدو، غير أنه من واجبنا الحفاظ على سلامتهم، كنا بحاجة أولا إلى اعتقالهم في مكان آمن، وثانيا بما أن هذه الحرب مرتبطة بالمعلومات الاستخباراتية أكثر من أي حرب مضت، كنا بحاجة إلى مكان لاستجوابهم على المدى الطويل من أجل الحصول قانونيا على معلومات جيدة. جغرافيا خليج غوانتانامو جد معقدة. بعد الوصول إلى المنطقة عبر الطائرة استقلينا الباخرة، لم تفارقنا عناصر الجيش ولو لوهلة، لم يكن بإمكاننا التحدث مع السجناء ولا مع أفراد الصليب الأحمر الذين يعرفون السجناء. مع نهاية اليوم كل الصور التي التقطناها تمت مراقبتها صورة صورة، كثير منها تم محوه، لم يسمح لنا بتصوير وجوه السجناء ولا أبراج المراقبة ولا أخذ منظر شامل للخليج. اقتادنا الجنود في زيارة للمنطقة، أخذونا إلى المعسكر الأول في معتقل غوانتانامو المسمى كامب إكس راي، معسكر مهجور حالياً، لا نستطيع الاقتراب أكثر. قيل لنا إنه مليء بالثعابين والجرذان. أشهر قليلة بعد 11 من سبتمبر وصل أول السجناء إلى هنا في هذه الأقفاص الصغيرة المزودة بأسقف من الألومنيوم تحت شمس استوائية. كامب إكس راي، إنه المعسكر الذي يتذكره الجميع مع صور المعتقلين في زي برتقالي اللون مكبلي الأيدي والأرجل للاشتباه في علاقتهم بالقاعدة. كان المبنى بسيطا جدا، لا مياه جارية، كان المعتقلون معرضين للتغيرات الجوية، دام الحال 4 أشهر. لكن لماذا تم جلب السجناء إلى هنا؟ تعتبر غوانتانامو قاعدة عسكرية أمريكية على أراض كوبية، حصلت الولايات المتحدة على عقد الإيجار بعد الحرب الإسبانية قبل 100 عام. ما زالت واشنطن تدفع الإيجار إلى هافانا حوالي 4000 دولار سنوياً، ومن ثم فإنها ليست أراض أمريكية، القانون الأمريكي لا يطبق هنا، إنها أرض بدون قانون. إذا أتيت بشخص إلى الولايات المتحدة فسيتم المطالبة بحقوقه الدستورية. أعتقد أنه ليس للديمقراطيين ولا للجمهوريين الرغبة في جلب الإرهابيين إلى الولايات المتحدة والحفاظ على سلامتهم. لا أحد يعلم متى سنتعرض لهجوم جديد.
اعتقل السجناء الأوائل على أرض المعركة في أفغانستان عام 2002 وجلبوا إلى معسكر كام إكس راي، حيث وصفوا بالمقاتلين الأعداء في إطار ما سمي بالحرب ضد الإرهاب. باعتبارهم سجناء حرب اعتقلوا دون توجيه أي تهمة لهم وخضعوا للاستجواب. عندما جئت إلى هنا اندهشت كثيراً. لم يكن الأمر كما رأيت في التلفاز أو كما قيل عن المعتقل، حتى أن أحد السجناء قال لي إن الأشخاص نفسهم الذين يطلقون الأكاذيب عادة هم الذين يدعون أمام العالم أن تلك الأمور تحدث هنا. كان الأمر أفضل بكثير مما تم زرعه في ذهني. معتقل غوانتانامو الضخم ذو تركيب معقد جداً، 183 شخصاً مسجونون هنا. تم اقتيادنا إلى المعسكر رقم 5، مبنى تحت مراقبة مشددة، حيث يوجد كل من السجناء المطيعين وغير المطيعين. إنهم آخر المعتقلين الذين يلبسون سترة برتقالية. لم يرد الجندي الذي يرافقنا في المعسكر إظهار وجهه. هنا قاعة مشاهدة التلفاز وهي مخصصة للمعتقلين المطيعين فقط. نمنحهم 3 أنواع من الجرائد و15 شريط DVD مختلفة كل أسبوع كي يتمكنوا من الاختيار. نحن نوفر أيضا قنوات فضائية، 6 قنوات مختلفة من الشرق الأوسط، وهي خصوصا قنوات رياضية وقنوات إخبارية. هناك غرف في الزوايا، لديهم التلفاز والثلاجة وكراسي مريحة. سترون مكانا على الأرض حيث ثبتنا أصفادا. بعض هذه الغرف تستعمل كغرف للتلفاز. يمكن أن يستجوب المعتقل في هذه الغرف لأهداف استخباراتية. بعد ذلك يسمح له أن يشاهد لوحده شريط DVD في الغرفة. تعتبر عملية جمع المعلومات الاستخباراتية المهمة الأولى في غوانتانامو، لكن الاتهامات التي تشوب تقنيات الاستجواب خطيرة جداً. الاتهامات؟ الاتهامات. البعض يؤكد أن المعتقل يتعرض للعديد من الممارسات، ممارسات لا تصل حد التعذيب لكنها لا تحترم القواعد، وكانت هناك تحقيقات من قبل ضابطان كتبا تقريرا معمقا حول الجوانب السلبية لتلك الممارسات. كان هناك بعض العتاب، وتبين أن تراكم هذه الممارسات يمكن أن يعتبر مهينا وأنه يمس بالكرامة. قرابة 800 شخص اعتقلوا هنا في ظرف 8 سنوات. 600 منهم أطلق سراحهم. بعضهم سرد قصصا عن سوء معاملة وعنف. ضغط حارس بإصبعيه على عيني. بما أنني لم أصرخ ظن أنه لم يضغط بما يكفي، لذا استمر في الضغط بإصبعيه على عيني. والضابط الذي يرافقه قال له المزيد. كان يأمره لأنني لم أكن أصرخ، حتى أن الحارس أجابه أنا أفعل ذلك. نشأ عمر الدغيس ذو الأصول الليبية في بريطانيا. بعد إنهاء دراسته انتقل الشاب إلى أفغانستان وباكستان، رحلة بدت مشبوهة. ألقي القبض على عمر في باكستان. بعد 6 سنوات في غوانتانامو تم إطلاق سراحه دون توجيه أي تهمة رسمية له. يعيش عمر اليوم في بريطانيا، حيث التحق بجمعية ريبريف للدفاع عن حقوق الإنسان. أحياناً كان الفريق الطبي يأتينا ليراقب ملفاتنا ويقول لنا إذا أردتم المساعدة يجب الإجابة عن أسئلة مستجوبيكم، أمر كانوا يقومون به دائماً، لهذا نريد متابعة العديد من أفراد الطاقم الطبي. أنا أعرف الحقيقة.
الحقيقة هي أنه تمت معاملة المعتقلين بإنسانية، لم تكن هناك تجاوزات، لم يعانوا أبدا من أي إساءة هنا. علي أن أقول الحقيقة لأنه إذا لم أفعل فسأصبح ضد القانون. المعتقلون هنا ليسوا مرغمين على قول الحقيقة، إنهم مدربون. وثيقة مانشستر وبعض الوثائق الأخرى تأمرهم بعدم قول الحقيقة حول ظروف الاعتقال، وهذا ما يفسر شيوع روايات التعذيب، لأنه الأمر الذي دربوا عليه جيدا. مع ذلك يبقى أن محاميي إدارة الرئيس بوش حرروا عام 2002 مذكرات أطلق عليها اسم تقنيات الاستجواب المشددة، تقنية الإيهام بالإغراق أو ما يسمى بالووتر بوردينج، هي الأكثر شهرة. هنا يظهر بعض النشطاء هذه التقنية أمام البيت الأبيض لشجبها. كل تلك التقنيات المشددة حظيت بإدانة الرئيس أوباما. أصحاب تلك المذكرات التي وصفت بأوراق التعذيب اعتبروا مذنبين لإساءتهم التصرف، لكنهم برئوا قبل أسابيع قليلة لأن ما كتبوه يتوافق والضوابط المعمولة بها. هذا هو تقرير وزارة العدل الذي صدر حول المحامين الذين حرروا مذكرات التعذيب والذين وافقوا على نظام التعذيب الذي استخدمته أمريكا. وكما ترون أغلب التقرير منقح، ما يعني أننا لا نعرف ما يحتويه بالضبط، لكن هناك جزء غير منقح وما يحتويه مثير فعلا. على سبيل المثال، من بين تقنيات الاستجواب المشددة تمت الموافقة على استعمال تقنية الإيهام بالغرق رقم 11، وهنا وصف لما يعنيه ذلك، أي استعمال الحفاضات، وضع لخلق التوتر. هناك تقنيات أخرى كالوضع لخلق التشنج، يوضع الشخص في مكان معزول صغير، هي أساسا علب صغيرة أو كبيرة، غالبا ما تكون مظلمة. هناك عمليات الصفع وعملية الجدران، أي أخذ الشخص والرمي به من رأسه وكتفيه نحو الجدار. وافق المحامون في وزارة العدل على كل هذا، وأيضا المدعي العام والبيت الأبيض. أنا أعني أنها مرت على الجميع إلى أن وصلت إلى أعلى المستويات. يطلق على المحاكمات هنا اسم اللجنات العسكرية، وهي تتم في هذا المبنى الذي سمح لنا بأخذ صورة وحيدة له. هذه المحاكمات لا تشبه المحاكمات المدنية ولا العسكرية، ويمكنها متابعة المواطنين غير الأمريكيين فقط. إنها تواجه انتقادات بشأن نوع الأدلة التي تقبلها. يمكن قبول الإشاعات كأدلة، ولا تقبل الإشاعات في المحاكم العادية، ليس لسبب قانوني اعتباطي، بل لأنها تعتبر أدلة سيئة جدا. من الصعب التأكد من أن دليلا ما حقيقي إذا لم يكن الشخص الذي أطلق هذه الإشاعات أمامك لاستجوابه. أندريا براسو، مستشارة منظمة العفو الدولية لشؤون الإرهاب، لقد كانت من بين أول المحامين في غوانتانامو. كانت هناك ثلاث حالات ملاحقة فقط من قبل اللجان العسكرية. شاركت أندريا في قضية حمدان. إنها أول محكمة في مبنى اللجان العسكرية يطلق عليها اسم قاعة المحاكمة رقم 1. في هذا الرسم المحاكمة جارية، يمكنكم رؤية ذلك. فها هي هيئة المحلفين، يسمون بأعضاء اللجان العسكرية. الشاهد يدلي بشهادته هنا. هذا هو القاضي، قبطان في البحرية. هذا أحد محاميي السيد حمدان، هاري شنيدر. هذا السيد حمدان ومترجم الدفاع توك شميت. أنا في مكان ما هنا، للأسف لا أظهر في الرسم. عمل نظام اللجنة العسكرية منذ البداية معتمداً على تجربته الخاصة ومرتكباً أخطاء عديدة. عمل القضاة بدون ضوابط، لقد اخترعوا قانونهم الخاص. كان من الممكن أن يؤجلوا المحاكمات في انتظار الضوابط، ما كان سيعني تأخيراً لأسابيع بل لأشهر. حتى الآن ليس لدينا ترسانة كاملة من القواعد تضبط عمل هذه اللجان. على سبيل المثال، كان هناك سجين لا يرغب في أن يمثله محام، أراد تمثيل نفسه بنفسه، ولم يكن هناك قاعدة للتعامل مع هذه الحالة، ما خلق مشكلة للقاضي الذي لم يعرف ماذا يفعل. وأنا أتذكر جيدا ردة فعل القاضي الحائرة. كلما بلغنا أمرا لم تتحدث بشأنه القوانين، هكذا كان يفعل القاضي كردة فعل، يضع يديه فوق رأسه. كان هذا حال نظام اللجان العسكرية طيلة الوقت.
إلى الآن حظي معتقل سابق وحيد بمحاكمة مدنية في نيويورك. اللجان العسكرية هي الأكثر ملائمة للمعتقلين في غوانتانامو لأنها تقبل الدلائل الآتية من ساحة المعارك، وهي تحافظ على سرية المصادر الاستخباراتية. لذا ففي حال ملاحقة المعتقلين الباقين سيكون ذلك غالباً أمام لجان عسكرية، والكثير منهم لن يحظى بأي محاكمة على الإطلاق. ما هذا؟ بما أننا واجهنا رشقا بالفضلات من قبل المعتقلين، وضعنا هذا الصندوق لكي لا نضطر لفتح الباب على كل معتقل يفعل ذلك. من أجل الحد من الاحتكاك بهم؟ نعم. لا، في الحقيقة ليس بالضرورة للحد من العلاقة معهم، لكن كان علينا إيجاد حل لكي لا يتعرض الحراس لهجوم ما من قبل المساجين. جاء ضابط حاملاً رذاذاً. كان هناك ثقب صغير في الباب وحاول رش وجهي ليحرقني، وكنت أحاول رد يده إلى الخارج. كان هناك ضابط آخر إلى جانبه، وعندما أخرجت يدي أقفل الثقب في الباب على يدي، وبما أنني لم أصرخ واصل الدفع بقوة لإغلاق الثقب أكثر فأكثر، فكسر إصبعي، سحق إصبعي على الباب. إنه مثال على الإجراءات المتخذة في غوانتانامو. معتقل تطور كثيراً منذ فتحه قبل 8 سنوات، المعسكر رقم 6 ذو نظام أمني عال، مستوى الأمن فيه انتقل من الأقصى إلى المتوسط. هذا ما يلبسه المعتقل هنا في المعسكر رقم 6، ملابس بنية فاتحة وبيضاء وغطاء للعينين لأن الإضاءة مشغلة دون انقطاع. إنها الزنزانة التي قدمت لنا كمثال عن زنزانات المعسكر رقم 6. هناك معسكرات تحافظ السلطات على سريتها الكاملة كالمعسكر رقم 7، لا نعرف أين يقع. هناك يحتجز المعتقلون الأكثر خطورة. تم اعتقال أولئك الأشخاص في ساحة المعركة، ونحن نحتفظ بهم هنا لنمنعهم من الهجوم علينا مرة أخرى، إما أنهم ساعدوا بشكل كبير، أو أنهم نفذوا هجمات ضد القوات الأمريكية، أو أنهم ساعدوا معاوني تنظيم القاعدة في أفغانستان. من الصعب الجزم هل هم مذنبون أم أبرياء؟ إنهما كلمتان لا تنطبقان على هؤلاء، لم يتم تقديمهم إلى القضاء. عندما نستقصي المعلومات الاستخباراتية لا نحاول تحديد البراءة أو الذنب، نحن نحاول معرفة نية وقدرة الشخص، نحن لا نحاكم الشخص. أغلب الأشخاص المحتجزين هنا ليسوا كالأشخاص الذين تم تقديمهم في الصحف على أنهم أبرياء. مثلا لم يكونوا في منطقة طورابورا في أفغانستان في خريف 2001 بهدف جمع تبرعات لمشاريع إنسانية. نحو 50 معتقلا يمثلون خطرا كبيرا حسب الصحافة الأمريكية، ولا يمكن الإفراج عنهم رغم عدم وجود تهم ضدهم، ولا حل إلا بإبقائهم في السجن إلى وقت غير محدد. هل يمكن نقلهم إلى سجون أمريكية؟ الكونغرس كان صادق على قانون يمنع دخولهم إلى الأراضي الأمريكية إلا لضرورة متابعتهم قضائيا، لكن لماذا يستحيل محاكمة هؤلاء؟ لماذا؟ لا يمكننا متابعتهم قضائيا بسبب الظروف التي اعتقلوا فيها وبسبب المعلومات التي لدينا بشأنهم. كيف ذلك؟ لدينا اتفاقات مع معظم الأجهزة الاستخباراتية في العالم، وهذه الاتفاقات سرية وجد حساسة. إذا حكموا يمكن أن تظهر للعيان بعض المصادر والأشخاص وبعض التقنيات التي استعملناها وكيف حصلنا على بعض المعلومات. بعض هذه الاتفاقات ستتضمن بنودا تمنع علينا الإفشاء أمام القضاء عن الطريقة التي حصلنا بها عن معلومات معينة، وتمنع علينا الكلام عن ذلك مع أشخاص لا ينتمون إلى الهرم العسكري. أمر ينطبق على المعتقلين الخطيرين وغير الخطيرين، رغم تبرئة ساحة بعضهم فلا مكان وجد لاستقبالهم.
نصف المعتقلين في غوانتانامو يعيشون بسلام في المعسكر رقم 4، حوالي 100 سجين. يقال عنهم أنهم جد متعاونين، حياتهم تبدو عادية تقريبا. يمكنهم متابعة دروس في اللغات والاستفادة من المكتبة. الكتاب المطلوب بكثرة هو هاري بوتر. هناك بعض الأشياء التي تم حظرها لأنها قد تصدم أو تزعج المعتقلين. هل كانت هناك امرأة على هذه الصورة؟ نعم، هي ربما امرأة على دراجة نارية. يوجد في غوانتانامو 1100 حارس، معدل أعمارهم لا يتجاوز 23 عاماً. هم يمضون سنة هنا ويعملون وفق دوامات تدوم 12 ساعة. هم أيضاً في حالة انتظار. أحياناً نتحدث ونمزح معهم. المزاح لا يلهينا عن عملنا، لكن صحيح أننا نحكي بعض النكت الصغيرة البليدة. حسناً، هذا غير لائق ربما، لكن في يوم من الأيام حكى لي أحد السجناء نكتة حول البطاطس أو ما شابه، كانت مضحكة فعلاً. What's brown covered with eyes and white on the inside? A potato. أما بين الحراس فنحن نبحث عما نفعله، عن شيء نتسلى به. عندما تكون على جزيرة لمدة سنة فإن الملل ينتابك بسرعة، لكننا نحاول التمتع أيضا. نقيم مأدبة شواء أو باربيكيو، ولدينا قارب في الميناء. نذهب للصيد في البحر ولمتابعة حصص في الغطس. إنها من بين المفارقات في غوانتانامو. هناك مدرسة ابتدائية هناك ومجموعة كشافة للفتيات. رأيت عرضا في الباليه لفتاة صغيرة. يذهب الناس إلى البحر للغطس في الوقت الذي نرى فيه عبر الطريق رموزا رهيبة للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية. بعدما تمت دراسة ملفات كل معتقل على حدة، قررت لجنة وضعها الرئيس الأمريكي باراك أوباما إطلاق سراح 100 سجين تقريباً. لكن المشكلة العالقة هي نفسها، إلى أين سيؤخذ المعتقلون في ظل استحالة نقلهم إلى الولايات المتحدة؟ لذا طلبت واشنطن مساعدة الدول الأوروبية، دول يمكنها استقبال أشخاص ترفض أمريكا الاهتمام بمآلهم. هذه هي المشكلة. في غوانتانامو يمكن أن تكون بريئاً، يمكن أن يعترفوا بأنك بريء، يمكن أن يقولوا لك ذلك. يمكن أن تبرأ بعد المحاكمة التي تجرى في غوانتانامو، لكنك تبقى في السجن لأنه في بعض الأحيان لا يوجد مكان يستقبل المعتقلين. هناك العديد من الأبرياء في غوانتانامو، أبرياء حسب معايير السلطات الأمريكية وليس حسب معايير الخاصة. لكن للأسف عدد الدول المستعدة لاحتضان هؤلاء الأشخاص ضئيل جدا. رأيت زبائن لي يخرجون من الطائرة الآتية من غوانتانامو ويقبلون أخا لم يروه منذ سنوات. أعلم أن ذلك ممكن، لكن في بعض الحالات سيكون الأمر معقداً، خاصة لطالبي اللجوء. طالب لجوء ذو أصول جزائرية أو ليبية أو تونسية، قد يتعلق الأمر بأشخاص لم تكن لهم أبداً مشاكل مع حكوماتهم، لكن فقط لأنهم كانوا في غوانتانامو لطخت سمعتهم. الكل يعلم ما قيل عنهم. ولو كان ذلك افتراءً فإن حكوماتهم عرفت بأمرهم، ومن المؤكد أنهم سيعذبون إذا عادوا إلى بلدانهم. المعتقلون يقولون لنا: نعم، غوانتانامو رهيب، أريد أن أغادره، لكن أرجوكم دعوني هنا حتى تجدوا لي مكانا آمنا. وإذا كان صعبا إيجاد بلد أوروبي يستقبل هؤلاء المعتقلين، فإن المهمة أصعب بالنسبة للثمانين يمنيا الذين يشكلون غالبية سجناء غوانتانامو. بعد فشل محاولة الهجوم الأخيرة خلال أعياد الميلاد والتي تبناها تنظيم القاعدة في اليمن، فإن الأوروبيين يرفضون استقبالهم، والعودة إلى بلادهم تمثل خطرا كبيرا أيضا. الانتظار والترقب ليس حال السجناء فقط. لا يتجاوز عمر أصغر أحفادي 14 شهرا. أنا رجل مسن يفضل أن يكون بين أحفاده. هل ستستقيلون؟ لا، لن أستقيل. ما دام هؤلاء المعتقلون هنا وما دام يجب على أحدهم أن يهتم بهم وباعتقالهم، فهذا الشخص سيكون أنا. سأكون من بين الذين يقومون بهذه المهمة.
بغض النظر عما يظنه الرأي العام في العالم، ما يهم هنا هو أنني أؤمن بأن عملنا يساهم في توفير مستقبل أكثر أمناً لحفيدي، وبأنني بعملي هذا أحاول الحفاظ على حياة حفيدتي الجندية التي تشارك على الأرض في المعركة. نغادر معتقل غوانتانامو وندع أبطال الحكاية عالقين هناك سجناء وحراساً. وعد باراك أوباما بغلق المعتقل هو أيضاً في مستنقع صعب الخروج منه.